اول اسبوع ده بطلت سجاير وتعلمت الشتيمه. من ابرز شفت من ابرز دي. ده مكتوب عندكم الكلام ده ولا ايه؟ بقفي على طول يعني ما بتخنقش بقى. فنان بقى انت فاهم بقى والليله واللي داك الدين بمشي الدنيا يعني ما بعملش حاجه خالص. راح انا عايز اعيش انا متجوز. ثمان سنين قضاهم الفنان محمد ثروت في كلية التجارة، رغم أن المعدل الطبيعي للكلية كان 4، بس برر ثروت ده بحبه وارتباطه الشديد بفرقة المسرح هناك. 4 هو عدد المرات اللي تقدم فيها محمد ثروت لمعهد الفنون المسرحية ومعهد السينما، ورغم أن كل مرة كان بيترفض إلا أنه صمم أنه يكافح علشان يحقق حلمه. 17 سنة قضاها الفنان محمد ثروت بيمثل أدوار بسيطة في المسرح وفي التلفزيون لحد ما خد فرصته كاملة السنين اللي فاتت. 2 هو عدد الفنانين اللي بيشوف محمد ثروت إنهم مدارس كوميدية أثروا في شخصيته وأدائه الكوميدي، هم فؤاد المهندس وإسماعيل ياسين. مرة واحدة بس اتجوز فيها محمد ثروت، وده كان من الفنانة منى جمال اللي بيعتبرها شريكة كفاحه في الحياة. دي الإجابات اللي نعرفها عن محمد ثروت، إنما حالاً هتعرفوا إجابات عن أسئلة تانية خالص، فخلصانة بإجابة. محمد، ايه اكتر حاجه بتضايقك؟ اكتر حاجه بتضايقني الكذب مثلا، كآبة برضو بتضايقني. مش كآبة خالص. واكتر حاجه بتفرحك؟ اكتر حاجه بتفرحني الشغل، بيفرحني جدا. ضحكت عيل صغير بحبها جدا. واكتر حاجه بتخاف منها؟ اكتر حاجه بخاف منها السكون، ما بحبش السكون خالص. يعني يا ثروت، انت سبته من الغوله ودراكولا وابو رجل مسلوخه، والسكون هو الحاجه اللي بتخوفك؟ طب خليني اجيبها لك بطريقه تانية، ايه اكتر حاجه بتنرفزك؟ اكتر حاجه بتنرفزني يعني انا من حتى من انا صغير ما بعرفش اتنرفز يعني بقفي على طول يعني ما بتخنقش. طب لو حد كسر عليك اشاره؟ الله يسامحه يعني ما انت عارف، هيطلع بقى تزعيله يقول لك فنان بقى انت فاهم بقى والليله واللي داك يدينا، فبسكت. طب لو بنت عكستك هتعمل ايه؟ بمشي الدنيا يعني ما بعملش حاجه خالص. راح انا عايز اعيش انا متجوز. تفتكر مراتك هتعمل فيها ايه؟ لا هتقطعها دي ونسيبها صوتها. يعني حصلت قبل كده؟ لا ما افتكرش، بس يعني منى بتبقى حريصه في الحاجات دي قوي يعني بتبقى واخده بالها. اي واحده هتعكسك مراتك منى هتقطعها؟ لا كويس ان انت قلت بقى، عشان في بنات كتير هتراجع نفسها بعد الحلقه دي. انا بقول نتشعلق في رضا ربنا ونخلينا في الاكل احسن. ايه اكتر اكله بتحبها؟ مسقعة من ايد منى. شكلك خايف والله. لا والله، لا بجد والله، بس منى بتعمل مسقعة حلوة قوي يعني، نفسها حلوة في الطبيخ. طب واكتر اكلة ما بتحبهاش؟ اكتر اكلة ما بحبهاش البامية، ما بحبهاش. طب لو اتعزمت في مكان ولقيت حد حاطط لك بامية؟ البامية قدامي باكل الدمعة يعني، ما اروح حاططها على الرز واكل البامية حلوة قوي. كنت شقي في المدرسة؟ كنت شقي جدا في المدرسة، كنت بجنن المدرسين. طب احكي لنا كده موقف. مفيش، انا كنت في ثانوية عامة، كنت مكتوب اسمي في حوالي 10 فصول يعني، كان عندنا 12 فصل. ففي الاول خالص كان مكتوب اسمي في، لسه بقى في الناس بتحول من فاهمه من علمي الادبي وبتاع، فكان اسمي مكتوب في 12 فصل او 11 فصول عشان كنت بجنن المدرسين، فكانوا بيجيبوني اجنن مدرس الانجليزي، اجنن مدرس. فكنت ساعات بعمل انا كنت توأم، انا ليا اخ توأم في تانية 14. والله وغير تيشرتات وغير مش عارف ايه الكلام ده، الموضوع من زمان يعني. لو عندك قوة خارقة تحب تكون ايه؟ قوة خارقة؟ قوة خارقة طلع كهربا يعني. ودي هتستخدمها ازاي؟ مين؟ ده انا اكسب منها ذهب والله العظيم، ده اشغل مصانع بقى واشغل حاجة. حلوة قوي انه يبقى عندك القوة الخارقة كهربا زيادة في جسمك، مفيدة برضو في الصيف. بس مثلا لو حد كسر عليك بالعربية، هل ممكن تستخدم قوتك الخارقة دي وكهربه؟ ما هو لا، انا اول مره خالص كنت بسوق بتعلم السواقه وبتاع، اول اسبوع ده بطلت سجاير وتعلمت الشتيمه، يعني كنت ماسك في الطريق ما بعرفش اشرب سجاير، كله بيحدف بقى فاقعد اشتم. فاكر اول معجبه في حياتك؟ لا بس هو اول معجبه بجد بجد كانت منى،
واول ما عجب يعني انا اول مره عجب بواحده كانت منى فعلا بجد. لا لازم تحكي لي بقى الحب الاول ظروفه ايه. ما في انا اول ما اتعرفت بمنى يعني كان علاقتي بيها اللي هو ازيك عامله ايه اخبارك كده. ومنى كان في فريق التمثيل بتاع كليه التجاره جامعه عين شمس, وانا اصلا كنت في فريق التمثيل جامعه عين شمس برضو, وكنت لسه متخرج. فكنت باجي لهم على اساس ان انا حد قديم وليا احترامي يعني, فانا بقول ملاحظات وبتاع. فقعدت حوالي 3 سنين علاقتي بمنى انت لا ده كويس لا ده هنا وحش ده هنا عامل لي الكلام ده كله, بس كنت بعجب بيها تمثيليا يعني. فحصل كونتاكت بينا وبين بعض كده في عرض, فبعد كده يعني اتكلمنا مع بعض حبينا بعض, بعد كده اتخطبنا, بعد كده كتب كتاب, بعد كده جواز يعني ليله يعني. فمراحل بدات من الصداقه الى الجواز. اول هديه جات لك؟ اول هديه جات لي كانت ساعه. من مين؟ من منى. واغرب هديه؟ ما افتكرش والله, بس اغرب هديه هرميها يعني مش هاخدها يعني او هنساها في المكان اللي انا خبصي. انت برج ايه؟ الميزان. يا هوا يا هوا. ومميزاته؟ مميزاته ان هو حبيب الابراج كلها, مفيش يعني ما لوش حاجات غريبه, صديق الابراج كلها عموما يعني, ما بيحبش الكابه, مودي الى حد ما, بس المودي ده مش اللي هو يعني غريب الاطوار. هو ممكن يبقى مثلا مبسوط الصبح فيحصل موقف فيبقى العكس تماما طول اليوم, مش مجنون يعني. فاكر اول بوسه؟ ده مكتوب عندكم الكلام ده ولا ايه؟ اول بوسه؟ لا ما خلاص بقى يعني اول بوسه خلاص ذكريات بقى ذكريات. أول بوسة أنا ومنى. طب أكتر فيلم بتحبه؟ أكتر فيلم بحبه في أفلام كتير يعني. فيلم القادسية بحبه جدا بتاع صلاح أبو سيف. تروي بحبه قوي برضو. الزوجة التانية بحبه جدا. لا في أفلام كتير, في شيء في صدري السينما المصرية القديمة يعني. أول قلم خدته من باباك؟ أول قلم خدته من أبويا الله يرحمه, كان ما بيضربناش, بس هو أول قلم خدته كان في ثانوية عامة. كان عندي امتحان الصبح كنت عايز أنزل أخرج مع أصحابي, فزعقت له يعني. فأبويا الله يرحمه كان بطل مصر وأفريقيا في رمي القرص, فكان طول بعرض هجمه كده الله يرحمه يعني. فخدت قلم لفيت حوالين نفسي ورجعت تاني يعني. انا شفت الاوضه 360 درجه ورجعت. اه والله. صيف ولا شتاء؟ لا الشتاء طبعا. ليه؟ عشان الشتاء يعني بوتك الجميل, برفانك التقيل, جاكتك المحترم, مفيش عرق مفيش تلزيق. ده الصيف انا بغير 3 تيشرتات عشان اكمل الحياه. مزيكا ولا قرايه؟ المزيكا والقرايه الاثنين بحبهم قوي. واكتر نوع مزيكا بتحبها؟ اكتر مزيكا بحبها المزيكا اللي هي فيها قانون رق عود حاجات اللي هي كده. بتحب تقرا في ايه؟ الكتابه بحب حاجات نجيب محفوظ جدا, بحب الحاجات التاريخيه قوي, قصه يعني كتب التاريخ بحبها جدا بحب اقراها. اكتر شخصيه كرتون اثرت في حياتك؟ بينك بانثر. الفهد الوردي. شكلك بتقلده؟ لا مفيش والله حد, بس هو في واحد صاحبنا بحبه قوي. اول كذبه؟ لا والله ما فاكر, انا كذاب يعني. انا المفروض ان هو الممثل اصدق كذاب عموما, فهو طول بيكذب الممثل بس هو صادق يعني. بتحب السفر؟ اه بحب السفر جدا. اكتر مكان بتحب تسافره؟ مش على البحر عموما, بحب السفر يعني يكون مثلا في حته فيها بحر. كنت بتغش في المدرسه؟ لا اكيد مفيش حد فينا بلا خطيئه تغش, مفيش حد خالص. هاتي اي حد في الموجودين دلوقتي بس. حد قفشك قبل كده؟ لا الحمد لله رب العالمين, انا كنت بغش بذكاء صراحه. لا ليها طريقه يعني, اكتب على ايدي فاهم ازاي, فاروح اعمل كده خلاص خلصت الدنيا, ما خليش حد يقفش على اي حاجه. عمرك اتخنت؟ اه لا في بعض الحاجات يعني, بس مش قوي يعني, مش ما كانتش بتاثر قوي يعني. مين الممثل اللي نفسك تمثل معاه؟ في حلمي, في السقا, في براد بيت بحبه بس. كان تروي والله كان عمل زي الفل. اه والله نعم كان في شورتات وكان في حاجات وكان رمل بقى وحاجات اللي هي الروماني دي, بس الحمد لله هو كان لذيذ جدا بيهرج مع اي حد. لو سافرت عبر الزمن تحب تروح فين؟ عبر الزمن انا ممكن ارجع للعصر اللي هو بتاع 1885 لحد 1950. لو تختار ملك في الاساطير تحب تبقى مين؟ لا ما بحبش ابقى حد, بحب ابقى محمد ثروت. لو في ملك اسمه محمد ثروت اعترف لنا اعتراف. لا ما بحبش اعترف على بحب الصراحه بقى كتوم قوي الصراحه. ممكن توريني صوره بطاقتك؟ مش هبديها لكم انا. لا لا دلوقتي انا بعمل بدل فائد دلوقتي والله. هيشغل باسبور. اه والله. خلصت اسئلتنا وبرضه ضيفنا ما قدرش يهرب من الاجابه عليها, وبكده تبقى تمت المهمه وحلقتنا خلصانه باجابه.